السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما بنيجي نعمل انيميشن او بنعمل فيديو بنلاقي ان كل التاسكات بتظهر. طب انا عايز اعمل فلتر على التاسكات بحيث يظهر بس الحاجات اللي موجودة في اليوم ده بس. فهروح لنافيجيتور واقول له ان انا عايز تاسك اند باس فلتر، بيبدأ يظهر لي بالشكل دوت. فتقدر تعمل فلتر للتاسكات، تمام؟ زي ما انت شايف هيظهر بس الكونكريت. طب ايه الفكرة من كده؟ ان انا لما بدوس على هنا هو بيقول عايز فلتر بايه، بالنيم. فالنيم بكون انا قايل له ان انا عايز انكلود ماتش كلمة مثلا زي بالس او سلاب. دي فكرة الكونكريت. طيب ممكن اقول له فينش التاسك واقول له الستاتس بتاعتها يكون متعلم عليها على فينش اللوكيشن، تمام. طيب انا بقى ممكن اجي هنا اعمل واحد جديد، اقول له اد تاسك فلتر واسمي ده مثلا اكتف تاسك مثلا. فاقول له اكتف تاسك. طيب اكتف تاسك دي ملهاش اي معنى خالص نهائي، زي ما انت شايف مفيش حاجه اتغيرت غير لما نبدا ان احنا نديها رقم معين. هقول له لوك اهيد مثلا، فظهر عندي لوك اهيد، تمام. وهقول له خليها مثلا يوم واحد. هل هي current time ولا عايزها فوكس تايم زي ما انت عايز؟ اهو هتبان معانا اكتر لو انا بدأت امشي بالجدول بتاعي. فتقدر كل يوم تشوف ايه الحاجة اللي في اليوم دوت زي ما انت شايف. هتختلف الجدول حسب الحاجة اللي انت عاملها. تلاقي الجدول بيختلف معاك زي ما انت شايف، فدي احسن حاجة. طيب نجرب ان احنا نعمل اكسبورت. اروح راح الانيميشن واقول له ان انا عايز اعمل اكسبورت انيميشن كونتنت، واقول له ان انا عايز مثلا اظهر التاسكات بتاعتي اهيت. لو انت مش عامل فلتر هتلاقي التاسكات اكتر من كده بكتير، فتبدا مثلا تخليها بالشكل دوت، تمام. وتبدا مثلا ممكن تقول حتى ان احنا عايزين نضيف تكست، وتختار ان هو اكتف تاسك وتضيفه هنا. هنا كونتنت هتلاقي تكست اكتف تاسك. لو عايز يظهر معاك ممكن تتحرك فوق كده لحد ما يظهر معاك، وتبدا ان انت مثلا تحطه بالشكل دوت. ده عبارة عن تايم لاين، ممكن تعدل حجمه او حتى تلغيه خالص زي ما انت عايز. وهنا تبدا بقى تشوف التصدير هيبقى الفيديو ايه. ده اللي في دي ده مش انا شغال فيه. جنت شارت فوكس تايم تايم لاين تكتشر، هتقول له اوكي وهيبدأ هو يصدر الفيديو.